من كام يوم في خبر الناس كلها متعاطفة معاه، مش عشان أنا زملكاوي والله، ولكن الحالة نفسها يجب أن أنت تتعاطف معاها وتقف جنبها. لاعب كرة في فريق 2000 لكرة القدم بنادي الزمالك أصيب بمرض السرطان، والمرض ده جزء كبير منه سبورت، دعم. أنا لقيت كل اللعيبة وكل الأندية وكل الناس وكل السوشيال ميديا بتقول سعد محمد ناشئ الفريق ده، بتقول له ما تخافش احنا جنبك، اقف على رجلك، ان شاء الله تخف وان شاء الله تكمل في الكورة وان شاء الله توصل للفريق الكبير. معانا كابتن سعد محمد ناشئ فريق 2000، اهلا بيك يا فندم. ازيك يا سعد؟ ازيك يا عمرو؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله تمام بخير الحمد لله. احكي للناس الحكاية، ازاي الناس عرفت والخبر اعلن؟ يعني انا والله من سنة بتعالج كيماوي، بس النادي ما كانش على علم بالكلام ده. انا والد صعيدي، انا من محافظة سوهاج، فبابايا ما لجأش لحد الفترة اللي فاتت دي كلها. عرفت قصة مرضي جيت اخر 6 ماتشة في الدوري، حسيت بهبوط جامد في جسمي. رحت كذا دكتور، قعدت 3 شهور وانا بعمل تحاليل وفحوصات، كل ما اروح لحد يقول لي انت عندك انيميا حاده، اللي يقول لي عندك حاجه في الدم. ريحت دماغي من ده كله، ودكتور دليني على حاجه اسمها بذل نخاع شوكي، تاخد عينه بتتاخد من اسفل الظهر، فاخدتها. دي بينت لي بعدها بيومين ان انا عندي سرطان في الدم. بس فانا جيت على السوشيال ميديا من 5 أيام أو 4 أيام، نشرت صورة يوم ما أنا كنت بلعب في نادي الزمالك ووضعي الحالي دلوقتي. بس هو في النادي ما كانوش يعرفوا يا سعد. لا ما كانوش يعرفوا. كنت بتروح التدريبات وتلعب عادي وكل حاجة. لا، ما أنا اتمنعت من الكورة سنة كاملة. كيماوي هدك طبعا. يعني يعتبر شبه بيوقف الجسم خالص. أنا ساعات بكون يعني أنا بروح أخد جرعة كل خميس. الاسبوع اللي انا بريحه ما بين الاسبوع والاسبوع تقريبا بيجيلي شلل جسمي، ما بقدرش اتحرك من على السرير اصلا. وانت كان مركزك ايه في الفريق؟ انا كنت بلعب ببلاي ميكر وهاف رايت وهاف ليفت، وساعات لما يكون الفيرود كان مصاب كنت بلعب مكانه. يعني مهاره عاليه، اللي بيلعب في المكان ده مهارته بتبقى عاليه يعني. الحمد لله الحمد لله على كل حال. طيب والعلاج ماشي ازاي؟ بتتعالج فين دلوقتي؟ انا بتعالج في معهد ناصر، مستشفى معهد ناصر. هي مستشفى محترم. لا طبعا، ده انا صراحه لو فضلت اشكرهم من هنا للسنه الجايه مش واقف، يعني مش واقف حقهم، وقفوا جنبي الفتره اللي فاتت دي كلها. التكاليف العلاج نفسها اللي كانت معايا انا يعني بصراحه سندوني فيها، كانوا بيسندوني في قصه العلاج ومعنويا وكل حاجه كانوا واقفين معايا. طب النادي اخباره ايه معاك يعني؟ النادي عارف خلاص الفتره اللي فاتت، تكلمني استاذ احمد مرتضى منصور، كلمني وقال لي النادي ما بيسيبش حد من ولاده. بالظبط، ده الصح كده. بالظبط ايوه، وقال لي احنا واقفين في ظهرك ودايما معاك، وهات ريبورت من المستشفى وهنوديها لاحسن الدكاتره في العالم، في المانيا او امريكا ان شاء الله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا وتسافر وتتعالج يعني.